اوكي هذا دنشر فوقاني عملنا فيه ادجستمنتس في فيديو سابق يمكن شفتوه. بنلاحظ انه الادابتيشن بلشت تصير احسن، صارت كميه المؤجنات اللي باقي في الدنشر احسن، ولكن كنا عاملين تعديل على هاي المنطقه. خليني الزق الالجينات لانه ابع. لاحظوا كيف انه المنطقه اللي كانت مكشوفه من هاي الالجينات راحت، ملاحظين؟ هاي بعتبرها ادابتيشن. شو معنى ادابتيشن؟ ما انمحت، ما زال في بقايا من الالجينات حواليه، فانا ما راح اعدل شيء هون، خلاص بطلت هاي محتاجه شيء. هلا الاندركت الامامي لاحظوا انه انمحى كامله، فاندركت موجود هون. هلا الاندركت قلنا بدنا اياها تضل انجيجد، بس شو بدي اشيل؟ اي ستبس موجود عليها، فانا هون بدي اعمل تلوين. اوكي، ولما افك الالجينات اشوف الستبس. في هون انمحى كثير، باقي لا محيان خفيف، معناته هذا ادابتد. اوكي، في فرق بين المحيان الكامل وراحت الالجينات وما ضل ولا شيء عليها، وبين بس بقايا. شايفين بقايا الالجينات؟ هيك لازم يكون لما هو الادابتد. ولسه طبعا هذا احنا اليوم ديليفري، لسه المريض لما يستخدم الطائر في البيت لسه بفوت اكثر وبغرز اكثر، باخذ مكانه جوا التشي اكثر. هل ما زالت البوست دام عاليه؟ البوست دام ادابتد ويل. انا بدي اركز على هدول الاندر كاتس والاوفر اكستنشنز الان عشان اعمل انتيريور ادابتيشن. طب يلا نبدا بالاوفر اكستنشنز. انت عملت حركات البوردو موديل صح؟ هلا انا قلنا بالابر باكل باوتش بس ما بصيب اي شيء، ليش؟ لان مين ريتنشن اريا، بحاول ما اصيب فيها شيء، اخر شيء ممكن اعدل عليها. فلأي شيء هون او اي شيء هون ما راح اشيله، حبدا من هون. في اي شيء هون؟ هذا خفيف شفاف ما راح، معناته مش اوفر اكستندد. باجي هون ليبيا ليه ما هوش اوفر اكستندد، هون في عندي اوفر اكستنشن يس. ملاحظين هاي المنطقه؟ هاي المنطقه صارت اوفر اكستندد. خليني ابلل القلم عشان يكتب معي. هون في عندي اندركت هون انمحى، هاي النقطة بس من كل اندركت هون وهون اوفر انجيجمنت. على اللفة هون داخلة جوا النوتش في عندي طول، وفي عندي طول واضح في هاي المنطقة. اوكي، هل البوز دام شغل؟ ايه مش ادابتد اصلا، هو مش فايت. ما هي الفكره. حلو سؤالك انه طب الهارد باليت بدي اعمل شيء؟ لا، لانه مش ادابتد اصلا. كيف عرفت انه مش ادابتد؟ هاي حلاوه الالجينات، شوفوا قد ايه بقدر اشوفه 3D. شايفين قد ايه عندي مال ادابتيشن؟ يعني هاي لو قصتها، شايفين قد ايش الثكنس تاع الالجينات؟ عم بقول لي قد ايه هو مو ادابتد. الاصل اشوف هذا المنظر، شفتي هذا المنظر اللي مقطع الالجينات مقطع فيه وبس شفاف وخفيف، هذا المنظر اشوفه اول اراوند. طيب هلا شو رح نعمل بعد ما نحط؟ نحن نشيل الاوفر اكستنشنز، الاشياء المعيقه، الاغلب انها معيقه. فنبدا فيهم واحد واحد، شايفين الاندر كات هون؟ بدي اخفف من هاي الزاويه بس، اخلي الاندر كات انجيجد ولكن اخفف من التقائه مع الرج، ما يكون في ستيب. اوكي؟ في هون اندر كات برضه في ستيب هيها، وفي هون شوي زياده، وبعدين كله اوفر اكستنشنز. بعد هيك خلصنا بخلص الاوفر اكستنشنز وببدا معها كمان بالاوفر اكستنشنز مع بريشر ديكيت فيست. المره الجايه بالبريشر ديكيت فيست حنضلنا نشيل الاوفر اكستنشنز بالبريشر ديكيت فيست لحد ما نوصل للادابتيشن. هل ما زالت البوست دام عاليه او حاده؟ يس، هاي كويسه بس هاي ما زالت حاده. اوكي، في ستيب كبيره هون. اوكي، فحقول لك بس امشي على هاي مره، بس هاي على مرتين او ثلاثه، امشي فوقها حتى تخففي من علوها لانها كانت عاليه بالحفر القديم. هون خلص هاي، لاحظوا مع انه الاناتومي موجود لكن الالجينات فوقها صار متقطع وشفاف، معناته خلص خلصت الانترفيرنس اللي موجود ان كلوز ادابتيشن. هذا اللي بدي اياه، لانه هاي المناطق الريجولر صح هي الريجولر، بس كل ما عم بعمل ادابتيشن للاناتومي اكثر كل ما باخذ ريتنشن احسن. اوكي، فحنعمل هاي الادجستمنت. حبدا بالفيتنج سيرفيس دائما. هاي الستب، الستب حادة هون، وكمان ممكن هاي الستب مش عامل فيتنج. هاي في هون كانت نقطة عنها حادة، فعلا مبينة عندي إنها بارزة أكثر من اللي حواليها، زي قمة جبل هون برضه بارزة أكثر من اللي حواليها. في نقطة هون، في الطول اللي كان هون، الطول كان مركز هون، طول زائد راونديشن، هون طول، بعدين راونديشن، هون طول، اوكي، حطلب منك هلا تبدي بالبريشر اندكيتنج بيست.
تحطيه على السيرفس وحشوف يور ابلكيشن، انت اعمل على جهه وانا بعمل على جهه الابلكيشن عشان اورجيك الفرق بين اذا كنت بتعملي غلط او اورجيك الفروقات. العقل يشتغل بالكونتراست احسن، فانت اشتغلي هاي الجهه بالبريشر كيف بس، وانا بدهن لك هاي الجهه عشان اقول لك كيف نستخدمها.